هنا نقف على داك جانب السوق اللي كيتواجد في اسفل دار البارود، وعثرنا على جزء من السوق الروماني، وهذا تم يعني وحاليا يمكن تشاهدوه راه محمي بواحد التقويصه مشدقه. فاش كدوزو على مقاله غتشوفوا جهه دور البارود، يبان لكم التقويصه هذه راه تما كاين هذه الجهه القياس. باش عرفنا السوق الروماني من خلال بقايا ديال الخزف اللي توجدات معاه، وهذا يعني بين يعني لي بيبي بين الاطفال اللي خصنا نرعوهم بزاف، انما ما عندناش شاهد على السور الروماني زائد الشاهد اللي بقى لنا على السور الاموي، يعني هادو خصنا نرعوهم بزاف الى ان ظهرت شي حاجه اخرى اللي احسن منهم غتكون داكشي. إذا كنشكروا جمعية طنجة بين الأمس واليوم على هذا النشاط اللي عملته، النشاط الثقافي مفيد وهادف اللي كيتناول مجموعة ديال القضايا ديال التراث مدينة طنجة. وأنا في المداخلة ديالي تناولت مسألة ديال تاريخ طنجة في العصر الوسيط ما بين النص والأطار، يعني إشكالية مطروحة بحدة بالنظر إلى المدة الزمنية اللي هي 8 قرون من تاريخ طنجة الوسيط، في غياب أو بياض شبه في غياب تام يعني المعطى الأثري. وفي المداخلة اللي حاولت نتناول فيها هذا الموضوع طرحت أسئلة أكثر ما جبت أتيت بأجوبة. أسئلة مثال الامتداد إلى أي إلى امتداد المجالي ديال المدينة طنجة، هل يوافق المدينة الحالية أو كان أوسع؟ ثم إشكالية أخرى، هل طنجة في القرن 7 و8 هي طنجة الحالية أم كانت هناك طنجة أخرى؟ ثم مسألة أخرى هو غياب البحث الأثري، يعني اللي خاص يهدف إلى الانكباب على هذه المسألة ديال تاريخ الوسيط ديال مدينة طنجة. ومع خبراء ديال اليونسكو كان لي الشرف معهم فريق التقني اللي خدمنا على الملف ديال طنجة. كان فرص تقدم أواخر أبريل 2016، حدث ما حدث، كانت مشاكل مع اليونسكو، تم سحب الملف أصلا ديال الدار البيضاء اللي كان سابق ديال طنجة، ومن ثم الآن وقع جمود في الترشيحات ديال كل ما هو تراث مادي، ولكن تراث لا مادي بالعكس عطى واحد الديناميه قويه جدا، يعني تقريبا كل فنون الشعبيه تم التصنيف ديالها كتراث عالمي، العيطه، القناوه، الغرناطي الى اخره، للمجهول، سميتو التبوريضه مؤخرا حتى هي كذلك، فتعمل واحد المجهود كبير في التراث المادي. كاين فيه دائما كيكون واحد دفتر تحملات اللي هو كيكون فيه مشاكل، واساسا وقعت اخطاء في بعض المشاريع في الرباط، الرباط تيوصلنا كتراث عالمي، واللي جعل انه وقع تحفظ ديال بعض المسؤولين ديال اليونسكو، تحفظ من قبل الحكومه المغربيه. بالمناسبه غير هذه الجمعه هذه كان عندي تواصل مع وزاره الثقافه مع السيد الوزير الجديد في هذا الاطار، هذا يمكن ان شاء الله يكون في الخير. اليوم تم الاحتفال باليوم العالمي للتراث اللي خدا كشعار هذه السنه هذه التراث والمناخ، نظرا لما يمكن ان يتعرض له التراث خصوصا التراث الطبيعي من تاثيرات سلبيه عليه مع التغيرات المناخيه التي يعرفها الكوكب الارض. تم الآن اليوم تنظيم ندوة حول التراث المادي والطبيعي لمدينة طنجة،
مدينة طنجة تسخر بتراثين معا، التراث الثقافي والتراث الطبيعي بكل أنواعه تقريبا، ولكن أنا ركزت في مداخلتي على التراث الطبيعي نظرا لتميز مدينة طنجة في هذا التراث، لأن المدينة تقريبا الوحيدة اللي كتمتاز بتوفر على كل أنواع التراث الطبيعي، سواء التراث الأخضر، الغابات، الغطاء النباتي، أو التراث الأزرق بنوعيه العذب والمالح، وكذلك التراث الجيولوجي أو ما يسميه التراث البني اللي فيها تشكيلات صخرية. يوم حافل، يوم انعقاد أول ندوة حول المآتي التاريخية وتراث طنجة بحضور تلة من أبناء طنجة الباحثين والذين وضحوا الكثير من المسائل التي تهم تراث هذه المدينة والتي تتطلب تدخلا سريعا، لأن كثير من المخاطر تحدق بهذه المدينة وتمس في تراثها الذي بدأ يتراجع يوما عن بعدها، وهذا هو السبب الذي دعينا إلى عقد هذه الندوة المباركة والتي كانت ندوة ناجحة بكل المقاييس والحضور المكثف في هذه الندوة. وشكرا. عندي غير على مدينة طنجة، وفي كل مناسبة اللي كتكون فيها ندوات كتتعلق بالتراث الطنجاوي أو بالتاريخ ولا شي حاجة كنهتم بها وكنشارك فيها، وكنتمنى من المسؤولين في إطار ديال الترميم يحافظوا على التاريخ، في نفس الوقت كاين ترميم ولكن خصو يكون المحافظة على التاريخ، إذا حفظنا للتاريخ ديالنا يكون عندنا مستقبل من ناحية السياحية، من ناحية الروحية كنحافظوا على التاريخ ديالنا، على التراث ديالنا. التاريخ راه هو الماضي والحاضر ديالنا.